دي من المراجع الأجنبية. أنا بس حاطط عليها الأسماء المصرية. هذه الدوائر المدورة دي اللي هي حائط الصواريخ. نعم. والأحمر اللي قدامهم اللي هو في سيناي دي كان الجيش الثاني والجيش الثالث بتوعنا، وكان حائط الصواريخ ده بيحمي الجيش الثاني والثالث. تمام. فما كانتش إسرائيل عارفة تخش من ناحية سيناء، فجت الضربات كلها بالأزرق منين؟ من البحر الأبيض المتوسط اللي فوقنا مدام عزة. وكل الأرقام على الخريطة دي بالإنجليزي، لأن هي زي ما قلت إيه اللي حصل يا مدام عزة. المعركة دي اشترك فيها 200 طيارة. لم يحدث في التاريخ معركة وهي 200 طيارة إلا في مصر. تمام. 120 طيارة من إسرائيل و80 طيارة من مصر. طبعا إسرائيل اشتركت طيارتها الفانتوم والسكاي هوك والمراج 2000. ال 80 طيارة بتوعنا ميج 21 سخوي 7 مراج 2000، يعني كان في فرق كبير بين طبعا السكاي هوك والفانتوم والميج 21 والسخوي بتوعنا مصنوعين في الخمسينات، ودول على احدث حاجه. خاصة محطات الرادار، لازم برضو الناس تبقى فاهمة. الطيار لما بيطير فوق في زميل له تحت قاعد على الرادار يقول له اطلع انزل اعلى. خد بالك ان في تشكيل فينجر فور جاي على مسافة كذا. اطلع فوق عشان تبقى قصاده. يعني المعركة الجوية مش طيار بيطير بطيارة بس، لا، في توجيه وملاحظة من تحت. من طيار زميله تحت. زائد بيبقى في سيطرة على الدفاع الجوي عشان ما يضربش مدران صديقة. تخيل انت يجي 80 طيارة فوق. والحمد لله يومها لم تسقط طيارة بنيران صديقة. لا، اللي حصل بقى ان احنا خسائرنا المعركة دي استمرت 53 دقيقة. برضو لم يحدث في التاريخ معركة 53 دقيقة. خسر اسرائيل، خسرت 17 طيارة. طيارة. واحنا خمسة. الخمسة منهم ثلاثة نفاذ وقود. يعني ايه؟ الطيار بتاعنا شارخ ورا طيارة اسرائيلي. فاللي تحت المواجه بيقول له انزل، انت بقيلك دقيقة واحدة على الوقود اللي عندك. والوقود يخلص. وهو مصر يكمل. هو مصر انه عايز يدمر الطيارة اللي قدامه. نعم. دمر الهدف. والوقود خلص، نط من الطيارة. دول ثلاثة من الخمسة. تمام. يعني احنا ما وقعناش غير اتنين طيارة. طيارتين بس في لينا. في الاشتباك. وصاد 17 وقعوا من بالزبط. اسرائيل. فطبعا الموضوع ده كان كبير جدا. ارجع بقى قصة تانية يا مدام عزة. وانا كنت طالب في انجلترا في كلية اركان حرب كامبرلي، ودي قوات برية. فبعد شهر خدونا على كلية اركان حرب الجوية. اللي هم بيشتغلوا قوات طيارين بس. ليه؟ كل الكليات بتعمل كده، في اسمها تزاوج 3 ايام، نروح نشوف هم بيشتغلوا ايه واحنا بنشتغل ايه. ولما نخش حرب عايزين منهم ايه وهم عايزين مننا ايه. يعني لما جات له بقول له تعالى اضرب لي الهدف اللي قدامي، طب ادول ازاي؟ انا تحت هو في السماء. هل بنبعت طلق الدخان عليه؟ هل بنحدده دلوقتي بقى في حاجات بالليزر والكلام ده؟ طب هو ازاي يعرف ان ده الخط بتاعي اللي قدام عشان ما يضربنيش؟ فبيبقى 3 ايام اسمها تزاوج. فيوم ما رحنا بريكنل كلية اركان حرب الجوية في بريطانيا. واحنا كامبرلي كلية اركان البرية. رحنا هناك قعدنا اول ساعتين شرحوا لنا القوات الجوية في العالم بتمشي ازاي، من اول الاخوان رايت والسوبر سونيك والكلام ده كله. وخلصنا ساعتين اولين ودخلنا الساعة الثانية. قالوا لنا هنسمع دلوقتي اكبر معركة جوية في العصر الحديث. ونحللها. وقفوا جايين على الشاشة. معركة المنصورة الجوية. تمام. تخيلي بقى ساعتين بيحللوا ازاي المصريين قدروا يتغلبوا على الطيارات الاسرائيلية. وكانت الاقمار الصناعية جايبة كل حاجة، انا ما كناش نعرف الكلام ده. انا خدت منهم الكلام ده وجدناه مصر. ازاي ان يبقى في تشكيل فينجر فور طالع من مطار حتشريم في اسرائيل. هيوصل مثلا، انا بقول اي رقم دايب. مثلا هيوصل عندنا بعد 12 دقيقة. يبقى هياخد 12 دقيقة جاي و 12 دقيقة راجع. تمام. يبقى 24. هو ما بيطرش غير 30 دقيقة. يبقى قدامه فوقنا قد ايه؟ 6 دقايق. 6 دقايق. تمام. المصريين سابوه دقيقتين يعمل مانوفر. ودخلوا عليه في اخر 4 دقايق. فما قداموش غير 4 دقايق بيخش فايت دوج زي ما بيسموها. ويرجع بسرعة. في الرجوعة دي احنا بنصطاده في ظهره. لا. تخيلي، والله والله معركة
في كل ال 53 دقيقة نفخر بقواتنا المسلحة بكل فروعها الحقيقة طول الوقت بالضبط. فكانت حاجة جميلة جدا. نعم. اللي المصريين النهاردة بيحتفلوا بعيد القوات الجوية. طبعا. أهم معركة جوية في التاريخ الحديث. نعم. فعشان كده احنا سعداء بالقوات الجوية بتاعتنا المصرية. كل جيشنا وبنهني القوات الجوية وبنقول لهم مبروك لكل طيارين مصر. نعم. الصورة التانية اللي هنشوفها برضو. أيوة. دي بتبين طيارات الفانتوم اللي سقطت ايام معركه المنصوره. آه. وادي الوناش بتفتحها، ودي العقيد احمد نصر ده كان قائد هذه المعركه وكان بيقودها في غرفه القياده الفريق حسني مبارك. أيوة. عشان بس كل واحد ياخد حقه. نعم. تمام. طبعا طبعا. واللواء والاحمد نصر بعد كده بقى فريق ومثل. نعم. قائد القوات الجويه من صحيح. عيد السنين. فتحية للقوات الجوية المصرية طبعا. في هذا التوقيت ولكل القادة الحقيقة المصريين وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد حسني. الحمد لله.